الجديد أيضا دي في قرية العباسية في المنيا. التلاميذ أيضا خايفين جدا من الحوادث عشان المشهد اللي انتوا هتشوفوه أمام المدرسة. يحصد طريق الموت المؤدي لقرية العباسية بمحافظة المنيا عشرات من أرواح الطلبة الذين يدفعون أرواحهم ثمن ذهابهم وإيابهم للمدارس المجاورة للقرية، فعدم وجود مدرسة بالمنطقة الشرقية من القرية يدفع التلاميذ لقطع مسافات طويلة في طرق غير ممهدة تعرضهم للحوادث والإصابات البالغة. أهالي القرية يناشدون وزير التربية والتعليم بضرورة إنشاء مدرسة بالمنطقة تقي أبنائهم شر قطع طريق الموت. تحصل عندنا حوادث من قمة أول ما بتيجي المدارس مسمينه طريق الموت، اللي معاه أربع عيال يمكن عقبال ما بيطلعوا ثانوية بيصفصفوا على عيالين بسبب الحوادث. نسبة الحوادث سنويا بتحصل ما بين مصاب يعني حوالي بتاع 15-16 حادثة، نسبتهم حوالي بتاع كل سنه 15، كل سنه من 15 ل 16، مش عايز اقول لك اكتر من كده كمان. وفيات لا، نسبه الوفيات منها حوالي يمكن الربع كده. احنا عايزين نحمي عيالنا بس، نبني لهم مدرسه. اي ما بنكلم ابي مسؤول يقول لك انتم ما عندكوش املاك دوله. طيب تعالى عاين وشوف وحل المشكله دي. ايه الاجراءات الرسميه اللي انتم اتخذتوها عشان تحلوا المشكله؟ خطبنا يا فندم كل الجهات، خطبنا هيئه السكه الحديد، خطبنا هيئه الابنيه التعليميه، تم المخاطبه في عند وكيل الوزاره في التربيه والتعليم. كل الناس عندها علم خاص بوضع ومشكله العباسيه. المشكله بتتلخص ان البلد يعتبر مقسومه نصين ما بين شرق وغرب، واطفالنا لازم تعدي عشان خاطر تروح مدارسها لازم تعدي الناحيه الثانيه، وبتتعرض لطريق السكه الحديد، بتتعرض للعربيات ودايما في مخاطر. فاحنا كده يعني ممكن نستغنى عن تعليم اولادنا مقابل ان هم ما يموتوش، يعني اذا كان ما فيش مسؤولين تنظر لنا بعين الرحمه وتشوف اللي مطلوب من الاهالي ويقدموا لنا الخدمات بتوعنا. احنا بنعدي سكه الحديد بعد كده نخش على طريقنا عربات زي ما نكون حرب طراغيث، وكمان حتى اختي كانت توصل عربيه، العربات بتفرمل علينا كده، واحنا عاوزين نعمل مدارس هنا. خايفين نروح المدرسه عشان احنا بنموت. كان عندي ابني سنة خمسة اسمه محمد. محمد توفى في حادث الطريق وهو رايح المدرسة. طبعا أولادنا كل يوم بيواجهوا الموت خمس مرات. بيعدي السكر حديد بالقطارات اللي رايحة واللي جاية. بيعدي كوبري قايل السقوطين كنت شفتوه وانتوا جايين. بيعدي أسفلتين طريقين وطريقين سريع. قدام المدرسة على طول في أسفلت تالت. إحنا عندنا تلات مدارس ابتدائية في البلد. أنا مش طالب حياة بنفسي، أنا عارف إن ابني مش هيجي. بس عاوز أحمي الباقي. عاوز أحمي زمايله. عاوز أقول له يا محمد أنا ما عرفتش أحافظ عليك، بس هنعرف نحافظ على زمايلك الباقيين. نفسي يبقى في مدرسة شرق. وده مش كتير، مش كتير يا وزير التعليم. مدارس بعيدة وقطارات، وبعد كده بهرمية، وبعد كده طريقين عربيات رايح جاي، فالواحد ما بيقدرش يوصل لغاية المدرسة وغير الأطفال الصغيرين. يعني لازم الواحد والأب يوصل ابنه لغاية المدرسة غير بالمحطة عشان يطمن عليه بقى، عشان المدارس بعيدة خالص. احنا عايزين مدارس هنا جنبينا عشان نقدر نخش فيها على طول. ارجوكوا صدقت عليكم النبي، ارجوكوا اتنين من بيت، واحد مات والتاني تعبان اهو، ستة عمليات في جتته، ستة والله.